يواجه اليمن تحديات وصعوبات هائلة، منها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار والظواهر الجوية المتقلبة التي تتسبب في دمار البيئة والتأثير على سبل العيش وصحة الأفراد. As a Yemeni, I have witnessed firsthand the devastating effects of climate change on our land. Our once abundant and fertile fields now stand barged and barren. Our farmers who have relied on agriculture on their livelihoods for generations, now they face dwindling water resources and changing weather patterns that threatens their very existence. تعتبر الزراعة في اليمن أساس الاقتصاد الريفي، ولكن التغيرات المناخية والطقس الغير المستقر وهطول الأمطار الغير متوقعة سبب تفاقم الجفاف، وأصبح من الصعب التأقلم مع التغيرات المناخية التي تسبب ضغطاً هائلاً على المزارعين، مما يؤدي إلى فشل المحاصيل الزراعية وانعدام الأمن الغذائي. والله يا أخي، لما كنت أشوف كثرة السيول ينزل كثرة أخاف على الزراعة حقي والأراضي من الانقراف لإقرافها السيول، أشعر بالخوف واصل. ليس هذا فقط، بل إن التغيرات المناخية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بزيادة أعداد الجراد وديدان النباتات. جميع المحاصيل نزرعها، ولكن جاءت النعافة الجراد والدبع وخذ المحاصيل علينا. وهذه الظواهر الجوية السيئة تخلق ظروفاً مناسبة لتكاثر الآفات وانعدام الأمن الزراعي والغذائي. الجراد بالنسبة لي أكل محاصيلي السنة هذه، أكل جميع المحاصيل حق الزراعة. انتشار الجراد وديدان النباتات يشكل تهديداً خطيراً على الأمن الغذائي في المناطق المعرضة للخطر، لأن هذه الآفات تمتلك شهية كبيرة يمكن أن تدمر المحاصيل، مما يؤدي إلى نقص الغذاء وسوء التغذية. كما أن الظواهر الجوية مثل الفيضانات والأعاصير أصبحت تحدث الآن بشكل متكرر، مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية في اليمن وتعطيل الخدمات الأساسية وتشريد المجتمعات. يعني راحت السمن وراحت الكهرباء وكل مستلزمات المنازل راحت، وهذه المنطقة بشكل عام متضررين والساكنين بالفنادق كمان نعاني من شحة المياه. إن تغير المناخ ليس مجرد قضية بيئية، بل إنه يشكل أزمة إنسانية وله تأثيرات ضارة على التنمية البشرية وعلى صحة اليمنيين وخاصة الأطفال، كما أدى إلى ارتفاع الإصابات بالأمراض مثل الأمراض المنقولة عن طريق المياه. البكتيريا اللي يسببها المياه الملوثة، إنها أمراض الكوليرا اللي أصيب فيها، يعني أصيب بها مجتمع كبير جداً بالذات الأطفال، الإسهالات عند الأطفال، المغص المعوي. تقوم وكالات الأمم المتحدة بدور حاسم في اليمن كنداء استجابة لهذه الأزمة من خلال تنفيذ مشاريع لتعزيز أمن المياه وتعزيز الطاقة المتجددة ودعم الممارسات الزراعية المستدامة. To respond effectively to climate change in Yemen, comprehensive and immediate action is needed. This involves reducing greenhouse gas emissions, implementing sustainable water management, investing in renewable energy, and promoting climate-smart agriculture. International collaboration and financial support and technological assistance are crucial for Yemen's response. مساحة واسعة من الأراضي كانت مهددة بالانقراف. وفرت القنوات مياه ري لمساحة واسعة من الأراضي، مما ساهم في رفع مستوى الإنتاج لدى المزارع. الاستثمار في بناء القدرات لتمكين السلطات المحلية والمجتمعات اليمنية. تتطلب أزمة المناخ في اليمن لاستجابة أكبر وتكاثف الجهود، لأنها مسؤولية مشتركة بين المجتمع المحلي والدولي والجهات المانحة وصناع القرار والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة بأن يتعاملوا مع هذه الأزمة من خلال تقديم دعم مستمر وموجه. كما أن التركيز على الاستراتيجيات طويلة المدى يمكن أن يساعد اليمنيين في حماية سبل عيشهم وضمان مستقبل مشرق لهم. As a Yemeni, I stand here today to remind you that our struggle is your struggle.
By supporting Yemen responding effectively to climate change, we can build more resilient and sustainable future for Yemen. Together, we can write a new chapter for Yemen, a chapter of hope, resilience, and future that we can be proud to pass on to the generations to come.